الدين. امرأة في الدين فيلم سينمائي مغربي كيعالج هو من لو جونغ ديال سي تان تريلور بسيكولوجيك اللي كيطلب من المشاهد المغربي غير شي شويه ديال التركيز وشويه ديال الذكاء، وحنا كنعرفوا بان المشاهد المغربي ذكي جدا في التعامل مع السينما المحليه، وغادي يكون تشجيع كبير لو ان الجمهور المغربي يجي يهتم بهذا الفيلم هذا ويدخل يشاهدوا، لحقاش بالنسبه ليا زعما فيلم كنظن بانه زعما يستحق المشاهده. فيه انفيستيكاسيون بوليسيير، فيه معاناه نفسيه ديال الشخصيات، فيه ممثلين من طينه كبيره بزاف اللي مشاركين في هذا الفيلم، وكنشجع الجمهور المغربي باش يجي يشاهدوا. انا هو الانسبكتور دو بوليس اللي مكلف بالتحقيق في هذا الفيلم هذا، ما غاديش نعاود على لي ديطاي باش الناس يجيو يشوفوه، ولكن انا هو يعني البوليسي اللي كيدير الانفيستيغاسيون في هذا الفيلم هذا. كيفاش كان الاشتغال مع جمال بن مجدوب؟ الاشتغال مع جمال المجدوب زوين بزاف، لحقاش هو من النوع ديال المخرجين اللي كياخذ الاقتراحات ديال الممثلين، تيعطي لي زانديكاسيون ديالو، فاش يكون عندك دي بروبوزيسيون شي اقتراح اللي في محلو كياخذو وكنجربوه، وإلا خدم مزيان إل لو برون زعما بصدر رحب، والتعامل معاه صراحة مزيان بزاف. أنا بالنسبة لي هذا فيلم مغربي سينمائي، وأنا في الرصيد ديالي بزاف ديال الأفلام السينمائية اللي اشتغلت فيهم تقريبا بواحد الدور اللي قريب من هذا اللي هو كوميسار البوليس او الانسبكتور البوليس، غير هو كل شخصيه كيكون عندها كما تنقولوا نيونس ديالها، الا عرف كيفاش الممثل هو يشد هذوك النيونس ويشتغل فيهم. لحقاش كتقدر تكون لعبتي بزاف مثلا شرطي او استاذ وعاودتي لعبتي في فيلم اخر، تيبقى غير التناول وكما تنقولوا لابروش ديال الممثل في هذيك الشخصيه سيتو. مي سينو كنشجع الناس يجيو يشوفوا هذا الفيلم. كاين بزاف ديال الاعمال الاجنبيه، فيلم انجليزي، فيلم الماني، وواحد لا سيري ايجيبسيان يلا سالي التصوير ديالها في مراكش، يعني واحد لا سيري اللي يمكن غادي تدوز في شاهد جو كوا، هي غتكون دونك واحد لا سيري ديال الحركه كنلعب فيها عاوتاني البوليس، دونك كاين فيها فيلم حركي من 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 واحد النوع جميل جدا. كاين فيلم سينمائي سالي التصوير ديالو سميتو تريبل ا، كاينه واحد لا سيري يمكن غدوز في رمضان، والتيلي فيلم حتى هو قادم ان شاء الله. المراه المغربيه حاضره ديما كسوا في الافلام ولا في المجتمع، وحنا الى جانب المراه لحقاش هي ديما الى جانبنا. وانا بالنسبه لي ما كنديرش فرق ما بين المراه والرجل، وما تنبغيش نتناقش في هذا الموضوع، لحقاش بالنسبه لي سو سون دو زيتر اللي كيعيشوا اون كوميونيون، كيعيشوا ديما مجموعين وكيشتغلوا كسوا في المنزل او في المجتمع او في الخارج، فالمراه حاضره دائما وفي المجتمع المغربي ديالنا جوكو ما بقاش عندنا هذا المشكل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.